الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله: والمغمى عليه لا يقضي ما خرج وقته، ما خرج وقته في إغمائه، ويقضي ما أفاق في وقته مما يدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. قوله: والمغمى عليه، أي والذي أغمي عليه، لا يقضي، أي لا يجب عليه أن يقضي، أو لا يلزمه أن يقضي ما، أي الذي، أي الفرض الذي خرج وقته، أي خرج وقته الضروري في إغمائه، أي في زمن إغمائه، في إغمائه أي في زمن إغمائه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. فنص على المجنون وقيس عليه من زال عقله بسبب مباح، من زال عقله بسبب مباح. وفي الباب حديث في المغمى عليه لكنه ساقط، حديث ضعيف. ثم قال رحمه الله: ويقضي ما أفاق في وقته مما أدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. ويقضي أي يؤدي، ما أي الفرض الذي أفاق في وقته، أي أفاق في وقته الضروري مما يدرك منه ركعة، أي مما أفاق في وقته وأدرك ركعة بشجرتها فأكثر بعد الطهر من الصلوات. فإذا أفاق نهارا وقد بقي من الضروري مقدار 5 ركعات في الحضر بعد الطهر قضاهما معا، لأنه أفاق في وقتهما. وإن بقي قدر 4 ركعات فأقل إلى ركعة بعد الطهر قد الأخيرة، لأنه أفاق في وقتها ولا يقضي الأولى لفوات وقتها. وقوله: ويقضي ما أفاق في وقته مما أدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات، لحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس، عفوا الشمس فاعل، من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الحائض تطحر، فإذا بقي عليها من النهار بعد طهرها بغير توان 5 ركعات صلت الظهر والعصر، وإن كان بقي من الليل 4 ركعات صلت المغرب والعشاء، صلت المغرب والعشاء. وكذلك الحائض تطهر، أي فلا تقضي ما خرج وقته في حيضها، وتقضي ما طهرت في وقتها مما تدرك منه ركعة فأكثر من الصلوات. قوله: ف، أي فبسبب ذلك إذا طهرت وقد بقي عليها من النهار بعد طهرها بالماء الأصغر أو أكبر إن كان من أهله، وإلا فبالصعيد بغير توان، أي بلا تراخ، التوان هو التراخي، 5 ركعات أي في الحضر والثلاثة في السفر، صلت
قوله صلت أي وجوبا، صلت الظهر وجوبا والعصر، لماذا؟ لطهرها في وقتهما. وإن كان أي وإن طهرت ليلا وكان ما بقي عليها من الليل بعد طهرها بغير توان 4 ركعات صلت أي وجوبا أيضا المغرب والعشاء، لماذا؟ لطهرها في وقتهما، لطهرها في وقتهما، لأن وقت العصر وقت للظهر، ووقت العشاء وقت للمغرب، فبإدراك ركعة زائدة على وقت الأخيرة تجب الأولى أيضا، فبإدراك ركعة زائدة على وقت الأخيرة تجب الأولى أيضا، لحديث أبي هريرة السابق: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن كان من النهار أو من الليل أقل من ذلك صلت الصلاة الأخيرة. قوله رحمه الله تعالى: وإن كان من الليل أي وإن طهرت ليلا وكان ما بقي عليها من الليل أي بعد طهرها بغير توان 4 ركعات صلت وجوبا المغرب والعشاء لطهرها في وقتهما، وإن كان الباقي من النهار بعد طهرها أقل من ذلك المذكور هو الخمس بأن كان 4 فأقل إلى ركعة صلت وجوبا بالصلاة الأخيرة لطهرها صلت الصلاة الأخيرة لطهرها في وقتها، وسقطت عنها الأولى لفوات وقتها وهي حائض، وإن لم يبقى إلا قدر الطهر سقطتا معا لفوات وقتهما وهي حائض. وقوله أو أي وإن كان الباقي من الليل أي بعد طهرها أقل من ذلك أي من ذلك المذكور، من ذلك المذكور وهو 4 ركعات بأن كان 3 أقل إلى ركعة صلت أي وجوبا الصلاة الأخيرة، لماذا؟ لطهرها في وقتها وسقطت عنها الأولى لفوات وقتها وهي حائض. صلت الصلاة الأخيرة لأنها لم تدرك وهي طاهرة إلا وقتها. ثم قال رحمه الله: وإن حاضت، لهذا التقدير ولم تقض ما حاضت في وقته، وإن حاضت ل4 ركعات من النهار فأقل إلى ركعة، أو ل3 ركعات من الليل إلى ركعة، قضت الصلاة الأولى فقط. قوله رحمه الله: وإن حاضت لهذا التقدير، وهو الخمس في النهار بلا طهر والأربع في الليل بلا طهر، هذا تقدير، وهو الخمس في النهار بلا طهر والأربع في الليل بلا طهر. وقوله لم يقض ما أي لم يقض الفرض الذي حاضت في وقته، بل يسقط عنها الصلاة لحيدها في وقتها، لأن ما به الإدراك به السقوط. ثم قال: وإن حاضت ل4 ركعات من النهار أي في الحضر، أو ل3 ركعات في السفر، فأقل إلى ركعة بلا طهر قضت الصلاة الأولى فقط، لماذا؟ لخروج وقتها وهي طاهرة، وسقطت عنها الثانية لحيضها في وقتها. وإن حاضت لهذا التقدير لم تقض ما حاضت في وقته، لأن ما به الإدراك به السقوط.
ثم قال رحمه الله: أو وإن حاضت أو لثلاث ركعات من الليل، أي وإن حاضت لثلاث ركعات من الليل ولو في السفر فأقل إلى ركعة بلا الطهر قضت الصلاة الأولى فقط. لماذا؟ لخروج وقتها وهي طاهرة، وسقطت عنها الثانية لحيدها في وقتها. فقوله قضت الصلاة الأولى فقط راجع للفرعين قبله كما ذكرنا. ثم قال رحمه الله: واختلف في حيضتها، أي فيما إذا حاضت المرأة، لأربع ركعات من الليل، أي بلا الطهر. إن حاضت وقد بقي من الليل أربع ركعات من الطهر، فقيل مثل ذلك، أي أنها تقضي الأولى وتسقط عنها الثانية. قيل مثل ذلك، أي أنها المرأة تقضي الأولى وتسقط عنها الثانية، بناء على أن المشتركين يدركان بفضل ركعة عن الأخيرة، وهو قول ابن عبد الحكم. وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما، بناء على أنهما يدركان بفضل ركعة، وهو قول مالك وابن القاسم، هو قول إمام مالك رحمه الله وابن القاسم رحمهم الله جميعا. ثم قال رحمه الله: ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء. ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث، أي المراد بالحدث هنا الناقض ولو سببا، ابتدأ أي أعاد الوضوء. لماذا؟ قالوا: لأن العبادة في الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين. والراجح عندنا في هذه المسألة أن وضوءه صحيح ولا يجب عليه الوضوء، لأن اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة مقررة عند العلماء. اليقين لا يزول بالشك، فمن أيقن الوضوء إذن عنده يقين على أنه على وضوء، لكنه شك في الحدث، فالأصل أنه على وضوء، بناء على ذلك لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء. والذين قالوا إنه يعيد الوجوب، أي يعيد الوضوء وجوبا، قالوا لأن العبادة في الذمة بيقين، إذن العبادة في الذمة بيقين فلا تبرأ إلا بيقين، إلا بيقين. الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه، مما هو فريضة، فإن كان بالقرب مما هو فريضة منه، فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه، أعاد ذلك وما يليه، أي يعني لحصول الترتيب المسنون. ومن، أي والذي، ذكر أي تذكر، من وضوء شيئا مما هو فريض منه، يعني تركه نسيانا، فإن كان أي تذكره له، فإن كان أي تذكره، إن كان تذكره له بالقرب
بأن تذكره قبل جفاف عذر أعاد أي فعل ذلك فورا ووجوبا، وإلا بطل وضوءه بنية إتمام الوضوء على المشهور. قوله وما أي وأعاد الذي يليه بعده، مثلا من نسي غسل الوجه وتذكر وهو يغسل رجليه، تذكر أنه لم يغسل الوجه، إذن يبدأ بغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه مع أذنيه ثم بعد ذلك يغسل رجليه. نعم. قال رحمه الله وإن تطاول ذلك أعاده فقط. وإن تطاول ذلك أي بأن لم يتذكر إلا بعد جفاف عضو أخير بزمن اعتدال أعاده أي فعله فورا وجوبا، وإلا بطل وضوءه بالنية اتفاقا فقط أي دون ما يليه. رجل نسي غسل وجهه مثلا ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء، إذا ما يجب عليه الآن هو أن يغسل وجهه فقط، والعلم عند الله تعالى. طيب، ذلك قال وإن تطاول ذلك أعاده فقط، وإن تعمد ذلك ابتدأ الوضوء إن طال ذلك. وإن تعمد ذلك أي الترك، ابتدأ أي أعاد الوضوء وجوبا، وهذا إن طال ذلك أي إن طال زمن الترك، إن طال زمن الترك بناء على أن الفور واجب مع الذكر والقدرة وساقط مع العجز والنسيان. أما وجوبه مع الذكر والقدرة فقد تقدم أن ذكرنا أدلة على ذلك، وأما سقوطه مع النسيان فلأن الأصل فيه أنه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه والطبراني والدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حبان والحاكم، وفيه مقال إلا أن له طرقا ترفعه إلى درجة الحسن والاعتبار. ثم قال رحمه الله تعالى وإن كان قد صلى في جميع ذلك أعاد صلاته أبدا ووضوءه. لماذا؟ لأنه صلى بغير وضوء معتبر شرعا. إن كان أي الذاكر قد صلى قبل أن يتذكر في جميع ذلك أي في جميع ذلك المذكور وهو الترك مع النسيان أو غيره، أعاد الصلاة عبدا وجوبا لبطلانها سواء تركه نسيانا وعمدا أو جهلا أو عجزا أو إكراها، وسواء طال أم لا، وأعاد وضوءه أي إن تركه عمدا أو جهلا أو عجزا أو طال ذلك لا إن لم يطل، وإن تركه نسيانا أو إكراها ولو طال ذلك. ثم قال وإن ذكر مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين فإن كان قريبا فعل ذلك ولم يعد ما بعده، وإن تطاول فعل ذلك لما يستقبل ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك.
قوله رحمه الله تعالى: وإن ذكر يتذكر، يتذكر سنة من وضوئه، تركه نسيانا تحقيقا أو ظنا ولو مستنكحا أو شكا أو وهما، مثل المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. فإن كان التذكر قريبا فعل ذلك، أي الذي تذكره استنانا ولم يعد له، أي الذي لا يعد ما صلى بعد، أي من الوضوء. وإن تطاول، أي طال بعد التذكر، فعل ذلك، أي الذي تذكره لكن لما يستقبل، وفي بعض النسخ لما يستقبل، وهو أفضل من الصلوات، لما يستقبل من الصلوات ولم يعد ما صلى قبل أن يفعل ذلك، لأنه لم يترك فرضا، إنما ترك سنة من سنن الوضوء. ومن ترك سنة من سنن الوضوء لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا إعادة الصلاة، والعلم عند الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا.